صباح الخير يا أمي. اليوم هو الاثنين السابع من كانون الأول لعام 2020. درسنا اليوم الأعداد من 30 لأربعون، من 30 لأربعون. أنتم تذكرون أنه تم شرح يوم السبت عدا درس العشرات، وعدينا عشرات مثلا 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. هذا العد كان تصاعدي من الصغير للكبير. لما نعيد تنازلي، شو يعني تنازلي؟ يا عيني عليكم، من الكبير للصغير. كيف بنعد؟ 90 ننزل ل80 ل70 ل60 ل50 ل40 ل30 ل20 ل10. واحنا بنعرف انه هاي الاعداد العشرات كل احادها يكون يا امي عبارة عن صفر. ماذا نعني مثلا ب30 يا ماما؟ كهذه البطاقة، ما معنى 30؟ شو يعني 30؟ يا عيني عليكم، هو صفر احاد وثلاث عشرات. هاي لدي هون 10، هون 20، هاي 30. لا يجوز يا أمي في الحزم، لازم كل حزم يكون يوجد فيها 10. هاي 10، هاي 20، هاي 30. هاي هذا شو؟ هاي كم حزم لدي؟ كم 10 لدي؟ كم 10؟ يا عيني عليكم، 3 عشرات. ماذا نعني بثلاث عشرات؟ هو عبارة عن صفر أحد وثلاثة عشرات. صفر أحد وثلاثة عشرات. ثلاث عشرات كم تساوي؟ فكيتهم، فرطتهم يعني زي هيك فرطتهم، كم عود رح يعطوني؟ يا عيني عليكم، رح تعطيني 30 عود، رح تعطيني 30 عود. واحنا اخذنا يا قلبي الاعداد من صفر لحد العدد 30 عدينا. ما معنى 30؟ هي 30 هو عبارة عن ثلاثة عشرات وصفر أحد. هاي 30، 10، 20، 30. هاي 30، هاي 30. أضفنا عليها 1، ها بحطه هون ولا ببيت العشرات ولا ببيت الأحد؟ يا عيني عليكم، العشرات ما بتتحمل إلا عشرات، والوحدات بتيجي على غرفة الأحد. هاي هون شو صار لدي يا قلبي؟ 1 و30. كيف بقرأ الرقم؟ زي وكيف بكتبه؟ زي ما بلفظه بكتبه، 1 و30. ما معنى 1 و30؟ 1 إفراطة 3 عشرات. كمان أضفنا 1، يا عيني عليكم، 32. 10 20 30 31 32. كمان 1 10 20 30 31 32 3. هي 33. ما معنى 33؟ يا عيني يا عيني، 3 إفراطة. هي لاحظوا، 33، 3 إفراطة وثلاث حزم، 10 20 30. ممتاز. كمان 1 34، 4 أحاد و3 حزم عشرات. كمان أشوف، يا عيني يا عيني أولادي، 35. كمان 1 35، 3 عشرات 1 31 32 33 34 35. أضفنا كمان 1، شو تصير لدي؟ 36. ما شاء الله على أولادي الشاطرين، 36، 6 إفراطة و3 حزم. كمان 1 37 37 7 أحاد و3 عشرات. وهي كمان 1 38، يا عيني عليكم، 8 أحاد و3 عشرات. 1 كمان زيادة، شو أصبح لدي؟ ما شاء الله، 39، 3 عشرات و9 أحاد. آخر شيء هي 1. هسا شو سوت البيت الأحاد؟ بتقول اطلعي من عندي، صار عندي 10 20 30 و10. ما شاء الله عليكم، صار لدي 40، صار لدي 40. فطوالي
غرفة الأحد بتقولها لو سمحتوا تطلعوا تروحوا على غرفة العشرات أنا ما بقدر أتحمل. فبتيجي العشرة الرابعة دائما بعد التسعة ماما في أي أعداد تيجي عشرة جديدة. هاي أصبح لدي حزمة حزمتين ثلاثة أربعة. ماذا نعني؟ أربعين، أربع حزم يعني أربعين. شو يعني أربعين؟ يعني صفر أحد وأربعة عشرات. أربعون، أربعون هكذا تكتب. صفر أحد وأربعة عشرات. عشرة عشرين ثلاثين أربعين. أربع حزم. أربعين كم حزم تساوي؟ أربع حزم. لاحظ يا قلبي ها هنا لو سمحتوا بطاقات الأعداد. عدينا شو بيجي بعد ثلاثين؟ واحد وثلاثون، واحد وثلاثون، واحد أحد ثلاثة عشرات. بعديها اثنان وثلاثون، اثنان وثلاثون، اثنين أحد وثلاثة عشرات، ثلاثة وثلاثون، ثلاثة وثلاثون. يلا نكمل أشوف. أربعة وثلاثون يا عيني. خمسة وثلاثون، ستة وثلاثون، سبعة وثلاثون. شو بدي يجي بعد السبعة وثلاثون؟ يا عيني عليكم. ثمانية وثلاثون، والثمانية وثلاثون هذا العدد أكبر من السبعة وثلاثون. يا عيني عليكم. تسعة وثلاثون برضو، التسعة وثلاثون ما بالها أكبر من العدد ثمانية وثلاثون. ثمانية وثلاثون نقدر نحكي له، رح ناخذه لقدام شوية ماما بعد كم من درس لناخذه. هذا هو عبارة عن عدد زوجي، رح نشرح لكم إياه. شو يعني عدد زوجي؟ أي عدد أحاده ببلش بصفر واثنين أربعة ستة وثمانية هو عدد زوجي. تسعة وثلاثون هو عدد فردي، أي عدد ببلش أحاده بواحد بثلاثة بخمسة بسبعة بتسعة هو عدد فردي. وهي أربعون يا عيني عليكم. أربعون هو كذلك عدد زوجي. هذا كله راح أشرح لكم إياه لما يجي على الحصص القادمة. يا أول لو سمحتوا يا أمي تكتبوهن على الدفاتر اليومية اللي هي 31 للعدد 40 زي ما قلت لكم يا ماما. تقسم الصفحة يعني الدفتر بده يكون لديك ها هنا هيك. تكتب لي فوق واحد واحد وثلاثين، بتضلك تمشي لعند خمسة وثلاثون، بتكتبهم ها هنا، بترجع بتكتب على نفس الصفحة. ست وثلاثون بتضل الماما تكتب لك أول مرة لعند أربعون هيك، بتكتبين ثلاث أربع مرات هون ونفس الإشي هون. ويعطيكم ألف عافية.